أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج الأستاذ، البرنامج الشامل. قبل أن أرحب بضيفي أبي نوب، وردت إلينا مشكلة واستغاثة ومناشدة من أهالي درنكا وقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط بمحافظة أسيوط بخصوص نقل موقف درنكا والزاوية من الشادر إلى نجدة عبد الله، مما يعوق سير الحركة وأعباء كثيرة جدا يتحملها الأهالي. وهذه الاستغاثة وردت للبرنامج، أهالي القرية الزاوية ودرنكا يستغيثوا بالسيد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لوجود حل لهذه المشكلة التي تؤرقهم صباح مساء. بداية أرحب بضيفي الأستاذ أبي نوب. أهلا بك يا أستاذنا، حدثنا عن نفسك. اسمي أبي نوب باوي، موهبة الرسم، برسم أنواع كتير من الرسم، رصاص، فحم. في شفت ناس أجانب بيرسموا رسم شوق بالمقلوب ونار وكده، فأخدت منهم الفكرة واشتغلت عليها وابتديت أطور في الفكرة. من امتى الكلام ده؟ من 3 سنين ابتديت في الفكرة اللي هي الرسم الشوق ده. لكن من زمان درست في نفس الوقت؟ لكن من زمان، من وانا صغير وانا برسم اللي هو رصاص وكده. بدأت معايا بشخبطة أنا اشتركت في مسابقات شاركت في معارض، معرض اسمه دافنشي هنا في القاهرة، ومسابقة تبع المدرسة في إعدادي وخدت مركز أول على مستوى الإدارة. هترسم لي النهاردة؟ خلينا نشوف. خلينا نشوف مفاجأة ولا إيه؟ نبدأ ولا إيه؟ تمام ماشي. طب اتفضل. ما شاء الله. الفنان بيرسم ده الاثنين بالشمال واليمين، باليسار واليمين. ما شاء الله عليك يا فنان. ناخد اتصال من اسيوط. من معايا سعيد من اسيوط. السلام عليكم. اتفضل استاذ عصام فرغلي. اتفضل يا استاذ. البرنامج الاستاذ. برنامج الاستاذ. برنامج الاستاذ يرحب بحضرتك. معاك يا باشا سيد فرغلي من درنكا. درنكا اللي عندهم المشكله. عندنا مشكله في موقف في الشادر بتاعنا. والله احنا بنشهد المحافظ ان هو يخلي موقف الشادر مكانه حفاظا على ارواح الناس. لو راحت الناس ده عبد الله. هي المسافه تبعد كام بين موقف شادر والنازله؟ كامل حوالي 7-8 كيلو رايح و7 8 كيلو جاي زيهم برضو. والمسافه من الشادر لدرنكا كم كيلو؟ 3 كيلو. يمشي 11 كيلو عشان ده هيمشي 15 كيلو السواق بالناس، تضيع للوقت وتضيع للمال. تابعوا، انتوا عاوزين ايه؟ ايه المطلوب؟ احنا عايزين موقف الشادر ده يكون مكانه. بتنشد املاك دوله كثيره على الكوبري الشادر. بتخاطب مين وبتنشد مين حضرتك؟ بنشد المحافظ اسيوط، الراجل الطيب ولازم يحل المشكله بتاعت البلد دي. صوتكم مع صوت البرنامج، واحنا نناشد السيد اللواء الوزير جمال نور الدين محافظ اسيوط بحل هذه المشكله. موجودة من كبر الحميات لحد الكبر الشادر، كلها أملاك دولة. رحت لحد مسؤول كنواب عندكم في الدائرة؟ ناس كتير راحوا
ناس كتير راحوا المحافظ وقابلوه واتفقوا مع سيادته. ايوه. ان هو حفاظا على المال وحفاظا على الوقت وحفاظا على ارواح الناس. يعني جاري حل هذه المشكله بالتعاون مع النواب مع سياده المحافظ؟ والله احنا سمعنا كده بس لحد الان لسه برضه. مين النائب، مين النائب سيادتك اللي رحتوا له؟ ممكن نائب البدر ابو ضيف. دي نائب مع مركز اسيوط يعني. نائب مركز اسيوط وبعض الزملاء والاخوه الافاضل في قرى درونكا وريفه والزاويه. والمشكله كلها سعادتك يا استاذ عصام، المشكله كلها لسه قائمه لحد الان. شكرا يا استاذ سيد، وان شاء الله باذن الله تعالى نناشد السيد اللواء الوزير محافظ اسيوط بايجاد حل لهذه المشكله التي تؤرق العديد من القرى وخاصه درونكا والزاويه. شكينا حضرتك يا استاذ سيد. نتابع مع الفنان. ما شاء الله عليك يا نجم. الله يخليك. خلاص يعتبر خلصت. الشخصية لحد الآن ما نعرفهاش هي مين. صح؟ لسه هتبان دلوقتي. اسمه فني ولا شخبيط ده؟ ده شغوي. بس هيبقى فني في الآخر. تسلم يا فنان. لسه. تسلم. معانا اتصال تاني. محمد. محمد السلام عليكم. مين معايا؟ ازاي الحال؟ معاك محمد محمود من درونكا سيادتك. اهلا بيك يا استاذ محمد. ازاي الحال يا باشا، عامل ايه؟ الله يخليك يا ريس. النبي عندنا أتفضل. عندنا مشكله الموجب بتاع الشادر ده. السيد المحافظ واخد بالك، يعني احنا تعبانين رجلنا وادعيلنا ومش متحملين ومصاريف، وعندنا بنات في الكليات اتبهدلت في عشان تروح من الجامعه. اتفضل يا استاذ محمد. المشكله يا استاذ محمد ايه المشكله؟ المشكله في الموقف، واخد بالك، احنا عاوزين الموقف يبقى سيادتك مكانه في الشادر عشان احنا تعبانين مش متحملين احنا نروح النازله. هو كان في الاول كان في الشادر الاول طبعا. في الاول كان في الشادر، فاحنا عشان نروح النازله هنمشي بتاع 3 كيلو تاني واخد بالك، وعشان لو جوه المحافظه بنركب سيادتك سيرفيس، السيرفيس جوه في المحافظه بهدل عشان تروح النازله، وتركب تاني من النازله تمشي بتاع 7 8 كيلو تاني عشان توصل بيتك واخد بالك، يعني ده عذاب. احنا عاوزين بس يعني السيد المحافظ يتكرم علينا ويخلينا الموقف بس مكانه في الشارع حتى من بره. بتناشد مين يا استاذ محمد؟ بتناشد مين؟ بتخاطب مين من المسؤولين؟ بخاطب السيد المحافظ واخد بالك، الراجل المحترم الكويس اللي هو شفوق على اسيوط واهالي اسيوط، فيتكرم سيادتك بس على درونكا واخد بالك والزاويه وريفه، احنا مواطنين واخد بالك يعني وبنحبه، والله العظيم بنحبه، راجل محترم. مشاكين جدا يا استاذ محمد، وان شاء الله بنضم صوتك لصوتنا ونخاطب بالسيد اللواء محافظ اسيوط. خلاص شكرا يا استاذ محمد. ما شاء الله من في الصوره عزة ابو عوف. تسلم يا فنان، يا فنان، يا فنان. الله يخليك. ما شاء الله. فنان بحق. تسلم. الله يخليك. مجهزنا حاجة تانية يا بنوب؟ في يا فنان؟ مجهز ايه؟ هنخليها برضه مفاجأة تاني؟ مفاجأة. اتفضل يا ريس. يعني يا فنان عاوزين إبداع في اللوحة الجميلة التانية دي. إن شاء الله. نخاطب السيد اللواء الوزير جمال نور الدين بإيجاد حل لهذه المشكلة التي تؤرق الكثيرين من أهالي درونكا وقرية الزاوية، حيث يقطن في هذه القرية قرابة 100,000 ما بين طلبة، موظفين، مدارس، جامعات، معاهد. طبعا هذه المشكلة هي 3 كيلو أصبحت 11 كيلو أو 12 كيلو، ترهقهم ماديا وأدبيا ومعنويا ومواصلات وأعباء كثيرة جدا. وفي نفس الوقت إيه، برنامج الأستاذ يناسب السيد المحافظ بإيجاد حل لهذه المشكلة. نعود تاني للفنان. يا فنان معاك. عاوزين وشك كده. إيه زعلان مني ليه؟ ايه بتعمل ايه انت كده؟ شخبيط برضو تاني زي اللوحه اللي فاتت؟ شخبيط، بس دي شخبيط على اكبر شويه. اي يعني شخبيط اسود في اسود كده.
طب عاوزين وشك بس الكاميرا كده مده دقيقه ولا ثانيه كده. اه بتعمل ايه يا بنوب؟ يلا كده اشرح اللي بتعمل في اللوحه الثانيه دي. دي نوع من الرسم. على صوتك شويه يا بنوب. ده نوع من الرسم اسمه رسم بالبرونز. ايوه يعني برسم بلون اسود ايا كانت الخامه. على لوحه سوداء. بس بعدين برش ماده في الاخر بتظهر اللوحه، يعني اللوحه مش هتظهر غير في الاخر. هي انت الماده اللي بتشتغل بها عباره عن ايه؟ ده لاكيه. لاكيه؟ دي موجود في محلات البويات والكلام ده. موجود في اي محل بويات. يعني كلمه البرونز انك انت ترش بعد كده فيها برونز. على اللوحه. ده برونز. بعد كده يديها شكل. او ممكن ارش ملح، ارش اي ماده متوفره. ماشي يا غالي. اسرع يا بنوب. الخطوط والحاجات دي عباره عن ايه يا بنوب؟ هتظهر في الاخر. يعني انت كده بترسم بالبويه وبعد كده ايه بالبرونز. ويطلع الشكل اللي انت ايه تعمله. تطلع الرسمه اللي احنا بنعملها. دي فن جديد ولا فن هو اساسا متعارف عليه وموجود وليه مدرسته؟ هو لا ليه مدرسته طبعا. ليه مدرسته؟ اسم ايه المدرسه؟ فن تجريدي. فن التجريدي. رش البرونز ولا وضع البرونز؟ في فرق بين الرش والوضع؟ او رش. الرش. تظهر معالم الصوره. ودي مفاجاه ثانيه ولا ايه؟ هي دي المفاجاه الاخيره. طب تمام. معاك كده وقت كده ان شاء الله؟ خلاص دقيقه. خلاص ماشي. ان شاء الله باذن الله تعالى نعمل برنامج الاستاذ يعمل لك معرض. ان شاء الله. ننور حضراتكم ان احنا معانا ضيفه الاستاذه نجوى سالم رئيس مجلس اداره جمعيه الشهيد احمد حسن للتنميه والمحاور الزميل مصطفى شاهين. وبعد هذه الفقره معانا موهبه فنيه في الغناء عبد الامير وزميلنا محمود عبد الرحمن. يا فنان خلاص على وشك؟ خلاص. لم تظهر معالم الصورة بعد. بتعمل ايه يا بنوب ده؟ ده البرونز. البرونز ده؟ اشرح. قول يا بنوب، قول لنا حاجة. قول يا بنوب. اتكلم يا بنوب، قول بتعمل ايه انت كده؟ ده برش البرونز على الصورة. رشيت الأول اللاكيه كده البرونز فيروز. الفنانة فيروز والمفاجأة الثانية. عايز تتابعوه في المفاجأة الأولى والمفاجأة الثانية فيروز الفنانة فيروز. لا حاجة ما شاء الله يا بنوب. إن شاء الله بإذن الله تعالى برنامج الأستاذ يرعى هذه الموهبة بإقامة معارض إن شاء الله بإذن الله تعالى داخل مصر وخارجها. فاصل ونستقبل ضيوفنا في الفقرات القادمة. شكرا يا أستاذ يا بنوب. نعم. شكرا.